والمصافحة سنة ليست واجبة، بدليل كما مر معنا في السنن قال: أفيصافحه؟ قال: نعم إذا شاء، كما في رواية أحمد. وكان بعض أهل العلم كالإمام مالك يكره المصافحة، فعاد ورجع رحمه الله. ولذلك محمد ابن سيرين كان يكره المصافحة، فأخبر الشعبي فقال، الشعبي كما عند البيهقي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً.